أشاد الدكتور هونغ تاو تسي رئيس الاتحاد العالمي للسلام والمحبة فوبال بجهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في مجال دعم السلام والتعايش على المستوى الإقليمي والدولي، وبما يتمتع به سموه من رؤية حكيمة أسهمت في تحقيق العديد من النجاحات لمملكة البحرين في مجال التنمية والتطور. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الفعالية السنوية التي أقامها الاتحاد العالمي للسلام والمحبة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وخصص الاتحاد فعالية هذا العام لإبراز دور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في إرساء دعائم قيم السلام والتسامح والمحبة والوئام والأمن والازدهار وما حققته مملكة البحرين من إنجازات في هذا المجال. خصص الاتحاد فعالية هذا العام لإبراز دور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء في إرساء دعائم قيم السلام والتسامح والمحبة والأمن وما حققته مملكة البحرين من إنجازات في هذا المجال. وقد أشاد الدكتور هونغ تاو تسي رئيس الاتحاد العالمي للسلام والمحبة بجهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء في مجال دعم السلام والتعايش على المستويين الإقليمي والدولي، وما يتمتع به من رؤية حكيمة أسهمت في تحقيق العديد من النجاحات لمملكة البحرين في مجال التنمية والتطور. Under the leadership of his loyal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister of Bahrain, in ensuring balance. وأكد رئيس الاتحاد أنه لمس خلال زيارته للبحرين التطور الهائل الذي تقوده الحكومة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء وما حققته من منجزات متميزة في تحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبه ألقى الشيخ حسام بن عيسى الخليفة كلمة نقل خلالها تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء إلى المشاركين، منوها بأهمية هذه الفعالية للاحتفاء بالسلام والتسامح والتعددية كقيم راسخة في مملكة البحرين، وقال: This is certainly the case in the Bahrain, where His Royal Highness, since he assuming office, had been resolved. إنني على مدى سنوات تشرفت بالعمل عن قرب من سموه وتعلمت منه الكثير من خلال قيادته للعمل الحكومي وفق رؤية وفلسفة وضعها سموه في قلب اهتماماته، وما زلت أواصل تعلم المزيد من دروس الحياة من توجيهات وحكمة ورؤى سموه. دور البحرين في المنطقة تاريخيا وفي الوقت الحاضر في دعم التعايش والتسامح والتعددية الحضارية الأعراق والأديان والمذاهب، أعتقد أهلها أنها تكون داعمة لهذه المنظمة اللي لها نفس الأهداف التسامح والتعايش بين الحضارات والأديان. تكريم المنظمة السنة هذه لمعالي رئيس الوزراء في البحرين أعتقد هو شهادة أخرى عراقة هذا التوجه في البحرين ودور رئيس الوزراء على وجه الخصوص في دعم التسامح والتعددية. البحرين تحاول أن تشارك العالم نظرتها لعالم يغمره السلام والرخاء، وأنا أؤمن بأن هذا هو مقصد الأمم المتحدة، تحقيق السلام والرخاء واحترام حقوق الإنسان. وبالتزامها بهذه القيم فأنا أؤمن أن البحرين تسعى لتأكيد التزامها بمبادئ الأمم المتحدة. من المهم جدا أن تعمل كل الأديان وكل من يعتنق الإسلام واليهودية والمسيحية أن يعمل سويا لتحقيق هذا الهدف السامي.
وشهد الاجتماع عرض فيلم أعده الاتحاد العالمي للسلام والحب عن زيارة وفد الاتحاد إلى مملكة البحرين وما لمسه الوفد من اهتمام مملكة البحرين وسمو رئيس الوزراء بكل ما يسهم في نشر السلام والتعايش. كما تم عرض فيلم آخر عن مملكة البحرين وتوزيع كتيب خلال الاجتماع تضمن عددا من أقوال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن أهمية السلام في حياة الشعوب ورؤى سموه عن دور المجتمع الدولي في ترسيخ أسس سلام شامل يوفر للدول والشعوب الظروف المناسبة للانطلاق في مجال التنمية والبناء. وقد نالت رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسلام اهتماما كبيرا بعد توزيعها بالأمم المتحدة. نود في البداية أن نهنئ المؤسسة على جهودهم لتحقيق السلام كمؤسستنا الاتحاد العالمي للسلام والمحبة. أظن أن البحرين هي أحد الدول السباقة في مجال السلام العالمي وهي مثال يحتذى به. لقد زرنا البحرين وقد خضنا حوارات مثيرة للاهتمام مع صاحب السمو رئيس الوزراء، وقد أعجبنا بمستوى التعليم والتطور البحريني في العالم، وهي بالفعل مثال يجب أن نحتذي به كلنا. البحرين هي دولة رائعة. لقد قدمنا هدية تذكارية للسلام في البحرين في عام 2016، وقد أمضينا وقتا رائعا ومميزا. شكرا للبحرين. كما تسلم الشيخ حسام بن عيسى الخليفة درعا نيابة عن صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة اعترافا بإسهاماته في إرساء تقاليد السلام والتسامح والتنوع. أعتقد أن هذه الفعالية هي تأكيد آخر للإنجازات العظيمة التي تقوم بها البحرين، حيث أن الناس من أديان مختلفة وطوائف مختلفة وطرق حياة مختلفة تتواجد في تناغم تام، والجميع يعمل سويا لتحقيق طموحاتهم الشخصية، وهذا كله بسبب حكمة حكومة البحرين، وأخص بالذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي تفانى في عمله عقودا، إنه هو المحرك الرئيس لهذا الإنجاز. وتخلل الاجتماع تقديم عدد من العروض الفنية الفولكلورية التي تناولت أهمية السلام والمحبة في تحقيق الاستقرار العالمي وتلبية تطلعات الشعوب في حياة أكثر طمأنينة وأمان. وقد قرعت أجراس السلام احتفاء بهذه المناسبة. رفعت البحرين شعار الحب والسلام لإعلاء إنسانية الإنسان من جميع الحضارات والأديان. إبراهيم الجندي، تلفزيون مملكة البحرين، نيويورك.